لو تحدثنا عن طريق معبر كراج الحجز إذا صار شيء اشتباكات. الاشتباكات صارت هون بالليل بين الدولة والمجاهدين، جيش المجاهدين. يعني انجبرت هالعالم، يعني وين العالم بدها تروح؟ الطرق مقطوعة. الكام من طرف جيش المجاهدين ولا من طرف داعش؟ طرق مقطوعة. انجبرت هالعالم، صار معبر يعني تاني بدل معبر كراج الحجز هون عنا، بس ايش نسميه ما بنعرف. هذاك سموه رفح، هذا ايش بنسميه نحن؟ الاشتباكات اللي حصلت مساء امس شو طولت؟ يعني شيء ست سبع ساعات طولت، سبع ساعات للساعة أربعة، أربعة ونص هيك شيء. لا صلاة الصبح. حاليا وضع معبر كراج الحجز؟ وضع معبرنا هوني، وضع ما شايف، شوفت عينك يعني، طلع انت على الناس عم تمشي من المعبر لعنا لهون للاطفائية، مسكر عم تمشي عجريها، ما في، كلها حواجز، ما في سيارات. مساء اجوا عناصر من دولة الشام والعراق، داعش وجيش المجاهدين، هاد يضربها ويضربها. كانوا في بناية هناك على العظم متمركزين بيا دولة الإسلام، وهدول تمركزوا هون على هالزاوية هي، جيش المجاهدين هون. تموا مش تبكي لشي ساعة أربعة، أربعة ونص الصبحيات. وفضت الاشتباكات، ما بعرف صار بيتهم، سحبوا هدول وسيطروا جيش المجاهدين هون. وهي جبرت العالم تقطع الطرق. رأيك بالوضع الحالي؟ أكثر من هيك بدي أحكي لك عن رأيي. أكثر من هيك ما تم. شوفت عينك، هذا هو رأيي، رأيي بعامة الشعب اللي عم تتعذب من كراج الحجز. لا هون عم تمشي شي 3 أو 4 كيلومتر مشوا على أجريها. يعني أنت وانا أنا شفت هيك مرة ما بتحسن تلبس بجريها من كتر ما وجع وجرها، شالحة من أجرها وماشي. ما تم أكثر من هيك وضع، يعني ما تم. يعني نحن ايش بنريد هلا؟ بنريد ان يتفقوا هالسوار هالمجاهدين. نحن لازم نفضي حالنا لقتال منه، قتال النظام. النظام هلا قلنا عم يتقاتلوا والنظام مكيف. انت كشخص مدني بتطالب شي جهات؟ انا بطالب المسؤولين كلياتهم، اللي كان قائد كتيبه وقائد لواء، بدي ابلش من قائد كتيبه من الاصغر، يعني من قائد كتيبه وقائد لواء لا قائد تجمع، يا اخي يجتمعوا يعني اكراما لهالشعب، لعامة هالشعب، يجتمعوا يحلوا بيناتهم. وعم بيختلفوا على شغلات، نحن لازم نتحد. هلا هن مكيفين هذولي، تعرف قذيفه مع بضربوا هلا، قولوا خلينا ندبحوا بعض، مو هيك؟ خلينا نقتلوا بعض، يصفوا بعض.